أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال حديث الرسول مع عالم يجب السياق، وقلنا أنه يجب السياق لكل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، صحيح بالغ. والبلوغ عند الرجل وعند الصبي يكون إما أنه يبلغ 15 سنة، دي على مدى البلوغ، يعني زي ما عرف الواحد أصبح مكلف وبالغ. بالنسبة للولد أنه يبلغ 15 سنة أو ينبت له شعر اللي هو الشعر الخشن في حول العقل أو الاحتلال أو نزول المريض، هذا بالنسبة للولد. إذا حصلت أي من هذه العلامات، نزول البلع أو الاحتلال يعني، أو بلوغ 15 سنة، أو نوع يعني ينقض الشعر الخشن حول العانة، هذا أصبح بالغ، يعني بالغ يجب عليه الصلاة، يجب عليه الصيام، أصبح مكلف. ثم المرأة إن هي برضه تبلغ 15 سنة أو نزول المنية أو الاحتلال أو أن هو يبلغ الشعر الخشن حول العانة، وهناك علامة رابعة ألا وهو نزول دم الحمل. على ما يجب كل ما يجب على المسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. وبالنسبة للمرأة أن تكون خالية من الماء الشرعي، خالية من الماء الشرعي مثل الحيض والنفاس. الحيض هو دم كتبه الله على نساء بني آدم ينزل على المرأة كل شهر، دي العادة بتاعت المرأة، الدم الذي ينزل على المرأة. أما النفاس هو دم ينزل بعد الصفط أو بعد الولادة، بعد الصفط أو بعد الولادة. بالنسبة للحيض والنفاس لا يصح من المرأة لا صلاة ولا صيام، لا صلاة ولا صيام. فكما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن المرأة الحائض فقالت أن المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. بالنسبة لدم الحيض في المرأة الحائض، ايه هو اقل، ايه هو اكثر، ايه هو اقل عمر الحيض واكثر عمر الحيض؟ بالنسبه لاقله واكثره لا حد له، يعني ممكن المراه تضيف في مفاهيم خاطئه عند بعض النساء، بعض النساء ان هي تظن ان هي لا بد تجلس 5 ايام حتى ولو لم ينزل عليها الدم. لو نزل عليها قطره واحده ثم انقطع هذه اسمها عاده أو اسمه في الحلق فترة الحيض الطيب. أقل دم الحلق لو نقطة واحدة، نزع نقطة واحدة. أما بالنسبة لأكثره فلأكثره يعني دم الحلق لو مكث عند المرأة أو مكثت 7 أيام معها إلى 7 أيام، دي الغالب 6 أو 7 أيام، لكن بعض أهل العلم قال إلى 15 يوم، إلى 15 يوم يعني معك لحد 15 يوم. طيب أقل عمر بقى، أقل عمر ده أيضا لا حد، فمتى رأت المرأة دم الحيض فأصبحت بالغة، أصبحت إيه بالغة، وكذلك لا حد لإيه لنهاية الحيض. ممكن المرأة تاخد تجلس إلى 45 55 ممكن إلى 60، أيضا كل هذا يسمى إيه دم الحيض، دم إيه الحيض. هناك مسألة، مسائل الحيض والنفاس مسائل يتعلق بها أمور عظيمة، منها أنه لا يصح منها قراءة القرآن، لا يصح منها مس المسجد، أيضا لا يصح منها الصلاة ولا الصوم ولا الطواف بالبيت، ولا الطواف بالبيت، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها في أثناء هذه الخطبة. فلذا يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الأمور، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول: مكثت 9 سنين في تعلم باب كتاب الحيض حتى فهمته. طب لسه
مسألة بسيطة. الإمام أحمد مع جلالة قدره ورفعة منزلته كان مكث 9 سنين من أجل أن يتعلم فقه الخير والنفاس، حتى أن الإمام النووي يقول أن باب الخير والنفاس من عروس الأبواب حتى غلط فيه كثير من الأذكياء ومن العلماء. يسدد عويصه حتى انه كثرت الاسئله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فعن عائشه رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمه بنت قبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، اني امراه اصبحا اصبحا افادع الصلاه يا رسول الله؟ قال: لا، انما ذلك دم عرق فانكثي فاقدري قدر الحيضه ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي. قالت: اني امراه مصطحاب، يعني عندها استحاضه. احنا بنسميها عندنا نزيف، احنا بنقول عليه ايه؟ نزيف. فرق بين الاستحاضه والحيضه، فرق بين المصطحاضه والحيضه. الحيضه هي العاده الشهريه المعتدله اللي بتنزل عليها، اما الاستحاضه هي امراه عندها نزيف. انما هو ذات عرق، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: افادع الصلاه يا رسول الله؟ ايه اللي يشغل الصحابه؟ ايه اللي شغل الصحابيه الجليله؟ اللي شغلها ايه؟ الصدق ام الصلاه. هذا يدل على انه احرص الناس على الصدق. فقالت: افادع الصلاه يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن اقدري قدر حيضتي ثم اغتسلي وصلت. بمعنى اصح، المراه بعد ذلك هذه المراه لا تخلق، اما انها يمكنها ان تميز دم الحيض انه دم اسود ثخين له رائحه ممكنه، هذا الدم تميزه. فتقول الايام اللي هي راحت فيه الدم بهذا الوصف، دم اسود ثخين، وهذا الدم ايضا له رائحه مميزه، هذه تسمى عندها ايه؟ العاب. احنا بنقول دلوقتي ايه؟ ايام الايه؟ الضوء. بمعنى انها من ايام لا تصوم ولا تصلي ولا يقرأ زوجها. طيب، اذا كان لا يمكننا ان تميز دم اللي هو العين المزيد، يبقى دم احمر رقيق، يكون دم ايه؟ رقيق واحمر. اما دم الثخين فان كانت لا تميز بالدم والشعر الشفاف فانها تقطر ان كان اول مره في عمرها، فدية عادتها كعادة سليلاتها، تنظر الى اختها فتقطر بقدر اختها زي اختها او امها، تقعد جد امها او اختها تقطر 5 أيام 6 أيام كامها او اختها. طيب، لو كانت بقى معتاده وهي عارفه اصلا ايامها ومتعوده ومش اول مره يحصلها تبدأ الدوره او نزول الدم، هذه تقدر بحسب حساباتها اقدري لك مقدار حيضتك ثم اغتسلي وصلي. اغتسلي وايه؟ وصلي. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي المراه اللي هي على نسيت. بعض النساء بتجلس فتزرع بقى الدم والحيض من واحد، يقول لك لا، كمل 6 أيام، تقعد 5 6 أيام أو 5 أيام، لا، هي مجرد ما طهرت وجب عليها الصلاة، وجب عليها الصلاة والصيام، وبمجرد أن ينزل عليها الدم يحرم عليها الصلاة والصيام، لكنها تريد تقضي هذه الأيام. طيب، ماذا لو أن المرأة رأت الدم أثناء نهار رمضان؟ لو رأت الدم ولو قبل المغرب بلحظة واحدة قبل أن ينزل أو يسقط قرص الشمس، هذا اليوم إيه؟ خلاص فسد صومها، تقضي هذا اليوم. بل لو تقرأ قبل الفجر ولو بلحظة حتى ولو لم تغتسل وجب عليها أن الصيام، حتى ولو صار لو أصبحت إيه؟ شرب، حتى ولو لم تغتسل.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ولم يغتسل صلى الله عليه وسلم ويكمل صومه. يبقى الطهارة الصيام مش من شروط الطهارة، ليس من شروط الصيام الطهارة، إنما هي لو طهرت قبل الفجر فعليها أن تكمل الصيام ثم تصوم، فإن لم يمكنها أن تغتسل إلا بعد الفجر اغتسلت وتتم صومها. ولو نزل عليها الدم ولو قبل المغرب بلحظة فإنها قد أفطرت. علامة الطهر هو انقطاع الدم، انقطاع الدم، ظهور اللي هي القصة البيضاء، القصة البيضاء. قالوا كانوا يقولون إنا لا نحب القطرة ولا الصفرة من الخير، هكذا ورد عن أصحاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ظهور القصة البيضاء، والمرأة تعرف بحنكتها وبخطتها ينبغي على الرجل أن يتعلم هذه الأمور، ينبغي على المرأة أن تتعلم هذه الأمور، ينبغي على البنات أن يتعلمن مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه يترتب عليها أحكام. هذه المرأة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن إلا عن ظهر قلب، فإن أرادت أن تقرأ من المصحف لا تمس المصحف إلا بحائل، إلا بحائل، كأن تلبس قفازين، كأن تلبس قفازين. هذه المرأة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، هذه المرأة لا يجوز لها أن تصوم وأن تغتسل، أن تصوم وأن تصلي، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها. هذه أمور تتعلق بالحيض والنفاس ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. نسأل الله عز وجل أن يبصرها في ديننا، وأن يتقبل منا الصيام والصلاة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا من المتقين في هذا الشهر من المرام، وأن يبصرنا في ديننا.